فكوا يا جماعة البيت، حسوا احنا بقينا اهل. لو سمحت مفيش حد بيبيع حجارة قلم هنا. كان في حاجة ان شاء الله. بص بقى يا سو، واحدة واحدة. سيبك من بداية القصيدة، انا عايزها من اولها، من الاول خالص. يلا. حاضر. بتكلمي مين يا سلوى؟ ده انا تندرية. يا يا حبيبي بليلة، وحشتني. عيونك بتقول ان في بليلة، وانا شايله لك نصيبك. وشايله لي ليه؟ تتاكل حالا. يلا وسفنته هي يا قلبي. الله، بس وحكا ممكن يقوليها من الاول يا سلوى، من فضلك من الاول. بجد يا امير، بجد حلوة تحفة تحفة. بصي، اول حاجة جوز الهند معليها جدا جدا. جوز هند ايه يا امير؟ انا بتكلم على القصيده. ما كمان بك ربنا يخليك يا تندر ري، ما بتكلم على. بص بصراحه انا مش مركز، ابوك ده مزعج جدا جدا، اكتره بيته مزعج. نعم، في ايه؟ انت بتعمل ايه عندك يا حيوان؟ باكل بقيله. انت لسه هتقعد؟ انا مش فاهمه انت مسربعه ليه، هينزل لك. اصبر شويه. الا فاضل معاك